تمشي تجوزي هنايا من الخدمه للدار، هذا ما كانك تشوفي حالتي. ماما راهو الوقت عليا باش نروح. انا جبت لك معايا شويه فاكهه وجبت لك كل شيء في الكوزينه. صح بنتي، روحي بسلام. دوك نفوت على جارتنا، الا كش ما سحقيتي ولا عيطي لها وانا نبعثها لك ساعه ساعه. ان شاء الله بنتي. هيا بسلامه ماما. في امان الله، ربي معاك ان شاء الله. يا ربي خرجني من هالضيق، ساعدني يا ربي، راني في حيره وش نقدر ندير. ما رزقتني لا بالمال ولا بالذرية، هذا أمرك. وبعد 50 سنة بعثت لي طفلة، شكرا لك يا ربي. بصح درك ضاع طريقي، راني تايهة وعايشة في وسط دوامة. بعد 18 سنة تبان أم سعاد. لا لا، أنا يماها، أنا اللي ربيتها، أنا اللي كبرتها قريتها وعشت معاها الحلوة والمرة. ودرك تبان هذه زهية، ولو كان تغلبني عندها دراهم وتاخذ بنتي منها، قادرة بغيت ولا كرهت، مرأة قوية مرفعة وما زالت شادة روحها. أما أنا مرأة كبيرة مريضة وكفيفة، وبالك سعاد تعيش معها عيشة الملوك، شكون يدري؟ هذه زهية، وانا واش نقدر نعطيها، واش نقدر نقدم لها في وسط هذا الغيام غير مطيرح وقدره وكسكس. وين نروح يا ربي؟ واش راح يصير لي اذا راحت عليا بنتي؟ شكون يقوم بيا؟ يا ربي عاوني، خذيت مني عينية، خذيت مني النظر، صح سعاد هي اللي عينية، سمحني يا ربي. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. بالسيف باش نقيدها. شنو راهم يديروا هنا هادو؟ هادي تاع مؤسسة بلوان، رجعوهم منا. كيفاش المؤسسة رجعت لكم السلعة؟ غلطنا في الموديل. لا، ما لازمش تغلطوا في الموديل، وعلاش تبعتوا لهم موديل اللي ماشي طالبينه هما؟ أنا صلحنا غلطتنا. صلحتوا غلطتكم. هادي غلطة ما لازم لهاش تتكرر. شوفي يا مدام، نوعدك هادي الأولى هادي الأخرى. شوفي المرت تاع يماك وشي اللي فات عليك هذا كاع ما خلاكش تركزي هذا مكان. يا سالم، ركزت وركزت 70 خطرة ما لقيتش راسي في هذا الملف. هباك بلي عمرها ولا صارت لي. بالك لي فاكتور، شتي لي فاكتور؟ لي فاكتور يا ربي مين كان راسي؟ شتي قلت لك حطي راسك سعاد. سالم هاي تروح معايا نروح نشوفهم. نروحو دوك، ما كان حتى واحد، وش بيه؟ كان غير العساس. العساس هو اللي يحلي الباب. يمشي نروح، امشي.
سعاد بنتي. نعم ماما. مازال ما أذنش؟ مازال ما أذنش، كي أذن راني نقول لك. صح بنتي. منين جات هاد الفاتورة المزيفة؟ مرا كيما خالتي زاهية تنسرق. شكون هاد البنادم اللي سرقها؟ شكون؟ واش بيها بنتي؟ كاش ما سمعت؟ بلاك سمعت من عند جارتنا. بصح جارتي كيفاش سمعتني؟ سبحان الله، كيفاش تسمع من برا؟ أملا وش بيها بنتي؟ وش عويدها تقعد ساكتة؟ سعاد. نعم ماما، مش مسحقيتي؟ لا يا بنتي، مسحقيت حتى حاجة، وانتي خليتيني كاش ما نسحق. الله يكثر خيرك والله يجعل هذه ما عامرة. هذه بلا مزيت يا ماما، هذا واجب عليا. برك ملي دخلتي من برا وانا حاسه بيك راكي مقلقه ساكته، كاش ما صرا يا بنتي؟ خبريني، صرحيني على كل شيء. ما كاين والو يا ماما، كاينه واحد الحاجه راهي مقلقتني. خير ان شاء الله. صرت سرقه في الشركه، وخالتي زهية مسكينة ما تستاهلش. وشنو؟ خالتك زهية؟ معناتها راكي تروحي لخالتك زهية؟ راكي تروحي للشركة تاع خالتك زهية؟ ها؟ ماما وش بيكي؟ هدني روحك، ما حبيتش نقول لك، ما حبيتش نقلقك. خلاص من اليوم مسجل روح عند خالتي زهية. أسكتي، ما نحبش نسمع كلمة خالتي زهية. ما عندكش خالة واسمها زهية، فهمتي؟ وكذبتي عليا على جهد. زهية يا بنتي، راني خايفة عليك، خايفة عليك من هذه المرأة اللي واسمها زهية. ماما راكي خايفة عليا من خالتي زهية؟ ما تقوليليش ما عندكش خالتك زهية، ما كانش خالة واسمها زهية يا طفلة، ما عندكش. خلاص ماما هدني روحك، خلاص من اليوم ما نزيد نهضر لك على خالتي زهية، ما نزيد نروح نخدم عندها، ما نحوس عليها. خلاص يا ماما هدني روحك يا ماما، خلاص اقعدي ماما اقعدي. خلاص يا ربي ونروحوا هاد لي فاكتور. الوي. نعم خالتي زهية، خلي لي برك شويه وقت نحوس عليهم. جيبيهم درك وكيما نراهم، ما تبقايش. وعلاش ما سلمتيش الملفات لسي بالعيد؟ مازال ما كملتهمش. وسبوع في ملف واحد. تفضلي مدام. اسمعي انت يا مره، راكي نمدلك ملف تكمليه الحين، فهمتي؟ وما تزيديش تعطلي على خدمتك، ماشي اسبوع واحد باش ديري ملف، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ تفضل سي بلعي، تفضل. ما تزعفيش من كلام سي بلعي، على بالك من يتضايق يقولها في الوجه. واش بيك؟ ماركيش طبيعية؟ عندي حاجة سمانة وهي راهي مقلقتني. خير إن شاء الله. إن شاء الله خير، ما على باليش لاني غلطة ولا عندي الصح، بصح راني على بالي بلي مانيش غلطة. راكي قلقتيني معاك بنتي، قولي واش كاين؟ كاين واحد راه يسرق في هاد الشركة. يسرق؟
باش يسرق. واش يسرقوا؟ يسرقوا السلعه؟ مانيش عارفه. وشكون اللي قال لك انت راهم يسرقوا في الشركه؟ ماني فاهمه والو، مانيش قادره نفهم. كيفاش اللي ماركيش فاهمه؟ وشكون اللي حبيتي يفهم؟ عندك حاجه تثبت كلامك؟ كانت عندي حاجه وتبحرت لي من المكتب ديالي. ادخل. هاكي مدلي على هاد الفاتورات، سحقهم غدوة باش تجيب السلعة والباينة وتما. ما تنساليش برك الفاتورات نتاع السلعة اللي فاتت. الفاتورات اللي تسرقوا من المكتب ديالي؟ واش من فاتورات؟ لا لا، الفاتورات اللي كانوا في الملف. قصدك الملف اللي تأخرتي فيه؟ وعلاش؟ راه ما عندي. راهي تقول كاين واحد راه يسرق في الشركة يا سي بن عيد، وريهم لها وريهم لها. هاك، هاملي. لا لا، ماشي هادو هما. كانوا واحد الاخرين مكتوبين فيهم نفس السلعة بصح ماشي نفس السعر. حب يقول هادو راهم مزورين. مزورين؟ ما تخدمش خدمتها وتهملي، راكي شايفة؟ ما رانيش نتهم فيك، ما قلت أنت اللي زورتهم. مالا شكون قصدك؟ ما على باليش، راني متأكدة باللي ماشي هادو هما الفاتورات. شوفي أنا ما نسمحش لوحدة بدات البارح تهمني هكذا، فهمتي؟ هدر روحك، هدر روحك سي بالعيد، ما راهاش تقصدك نتايا. ما تسمعي فيها واش تهضر مدام. هذيك 20 سنة ولا 15 سنة وأنا معاك في هذه الشركة، وقفناها مشيناها واحد ما تهمني. تجي هذه اليوم شتي واش هي دير؟ معليش معليش معليش، تقدر تروح للمكتب نتاعك، تفضل. اسمحي لي مدام. معليش معليش، تفضل. سعاد بالعيد عنده 15 سنه في هذه الشركه، عمر واحد ولا قال عليه اي كلمه، عمرنا ولا قلنا خاص دوره ولا زوج دوره من هذه الشركه. كيفاش انت درك راك تجي تقول لي هذا الكلام؟ سعاد بنتي، يتبان لي غير المرض نتاع يماك هو اللي مأثر عليك. خذي اسبوع ولا اسبوعين راحه. راني متاكده يا ربي، راني متاكده. نكملوا الكلام نتاعنا بعد ما ترجعي ان شاء الله. تفضلي روحي. بالعيد اروح ادرك. شو بك هبلتي؟ الجريمه ما نسكتش عليها، يلو كان نحط لا ديميسيون تاعي، فهمتني؟ خلاص رديتيها جريمه درك. بالنسبه ليا انا سرقه جريمه. حبيت نسقسيك بالنسبه ليك انت وشنو؟ فهمتينيش، انا قلت برك يما كاين مريضه والمشاكل هادو كاع، ما ركزتيش على الملف. هذاك انت ثاني تزعفيش. واش حبيتني ندير؟ زهيه ما امتنيش، قالت لي روحي تريحي، وانا خليتها حتى يجي نهار اللي تسكت بروحها وتكتشف فيه السارق. مشي مشي نروحو، انا بطيت على يما. طولت علينا اليوم، هذه مدة ما شفناكش. الله غالب يا اختي نوال. ايه مشاغل الدنيا واش نديرو؟ مشاغل الدنيا، راكي تسمعي، مشاغل الدنيا ما يخلوش يجي يشوف اخته. هي عنده الحق يا زهية يا اختي، المسؤولية صعيبة، زيد عليها تربية الأولاد ماشي سهلة. المسؤولية، راني حاسة عونو، راني نتخبط فيها المسؤولية. بصح انت تاني يا اختي بزاف. خدمه بركات. واش ندير يا خويا واش ندير؟ لو كان نحبس من الخدمه على بالك بلي المال اللي يقتلني. من هذه الناحيه عندك الحق، بصح روحي غير بالعقل. رانا رايحين بالعقل. اشرب قهوه. تفضل قهوه سي مراد. يعطيك الصحه.
القهوة نتاعنا وال ما تتبدلش، هي هي. الله يخليك بصحتك يا خويا بصحتك. الله يسلمك. أرواح كل يوم تشربها معانا، وأنا نضمن لك القهوة ومعها البغرير والمسمن والخفاف وكل شيء. اسمحوا لي على كل حال، أنا نمشي. وجيبي لي الدوسي هذاك. نوال الله يخليك، روحي تشوفي، روحي جيبيه. روحي. مالا يا أختي كما قلت لك مبيلات، راه غير بالعقل، راكي راح تهلكي روحك بالخدمة. إي واش ندير واش ندير، الله غالب. كما كنت نقول لك راني شاكة فيه. صحيتي نوال، نحاولك ما تنساش كما وصيتك. من هذه الناحية كوني مهنية، إن شاء الله الدوسي تدرس مليح ويعطيك النتيجة كما تحبي أنت. إن شاء الله. لا آخر جغمة وخليكم على خير. الله يسلمك. صحتك. صحتك. أيبقى على خير. ما تنساش كيما قلت لك البغرير والمسمن والمشوي. يعطيك الصحة، في كل مرة تسيبيني واقف أنا. أهلا بك. أيبقى على خير. أيبقى على خير. بلقى على خير وسلم لي، سلم لي على المدام. الله يسلمك. وعلى الأولاد. تهلا في روحك. سلامة أخويا. سلامة. هاني وجدت لك تاي سخون وتشربيه. صحة بنتي صحة. استغفر الله، وش هذا التنهيدة هذه يا بنتي؟ هيا اشربي أتاي وروحي تريحي شوية، غدوة إن شاء الله تنوضي بكري الخدمة نتاعك. خدمتي كش ما بقات خدمة؟ علاش؟ غير خير وش صار؟ اسمعي يا بنتي، أنا يماك ما تخبي عليا حتى حاجة. ما صرا والو يا ماما، هذيك الخدمة كرهتها، ما نقدرش نعاود ولي لها خلاص. معليش يا بنتي، ما يكون لا خاطرك، كرهتيها ربي يجيب خير منها إن شاء الله. إن شاء الله. هيا اشربي معايا أتاي وروحي تريحي شوية، وغدوة الصباح ربي يفرج. هاكي لأتاي. بسم الله. هيا سعاد. صح فقدت البصر نتاعي، بصح ما فقدتش همتي وراه تبسل. هاكي ماما. صحيتي بنتي. تصبحي بخير ماما. تصبحي بخير. شركة وهيبة ولي فيها علي. وي سي مصطفى، ما يخص والو في الحانوت. ما يخصني والو، لاباس. نصراو الحق، نصراو هذوك اللي جبتهم 30 حبة راحوا كامل، حبة ما بقات طاروا بهم. سماوي حبة الخرانية بعتها صباح راحت، ما قاد والو. والو والو، بصح نقول لك نقول لك كيفاش درت الحانوت هذه ما تطلع روحيها. فهمني برك يا علي، قلت لك انا مصطفى ما يرجعش اللور يصدم، فهمت؟ واللي يجي في طريقه يدحسو. على كل حال كيما قلت لك ما تنساش عليك الحامد. اوكي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش راكي يا اختي العزيزة؟
واش راك يا خويا؟ يا العجوز نتاعنا. يا شيخ نتاعنا. هاكي تفضلي. ها واش راه يقول هذا الملف؟ المحاسب تاعي راه يقول لك بلي الحسابات مضبوطه 100%، ما فيها لا زياده ولا نقصان، وراه كاتب لك التقرير بالتفصيل. تفضلي شوفيه. يا إلهي، واش بك زاهر؟ واش هو اللي محيرك؟ ما فهمت والو، بزاف حوايج راهم محيريني، وخاصة درك من قلت لك الملف ما فيه والو. يا اختي انا ما فهمتكش، انت اللي حيرتيني. يا اخي كنت تقولي باللي ان شاء الله ما يكون حتى شي في الملف، واليوم ما عجبكش الحال كما كان حتى غلطه فيه. افهمي روحك. شوف اقرا لي هذه الحسابات، اقرا لي وقول لي واش فهمت. الحسابات هذه على حسب ما فهمت، التقرير نتاع هذا العام بنفس القيمة والكمية ومطابق للسلعة اللي تشرت العام اللي فات، بصح ماهوش بنفس المدخول تاع السنة الماضية. إما لا ما كان لا تتحيري، بصح كاينة ملاحظة واحدة. واش هي؟ ماهوش بنفس المردود نتاع السنة اللي فاتت. هذه اللي نبغي نفهمها. وعلى هذا ننصحك يا أختي باش تغيري في التصميم. ولا ولا واش؟ القماش. شنو راهم يديروا هنا هادو؟ هذه تاع مؤسسة بلوان، رجعوهم منا. كيفاش المؤسسة رجعت لكم هنا السلعة؟ غلطنا في الموديل. لا، ما لازمش تغلطوا في الموديل، وعلاش تبعتوا لهم موديل اللي ماشي طالبينه هما؟ أنا صلحنا غلطتنا. صلحتوا غلطتكم. هذه غلطة ما لازم لهاش تتكرر. شوفي يا مدام، نوعدك هذه الأولى هذه الأخرى. كيفاش غصتي يا اختي؟ نوض نوض روحوا للمخزن وثم نفهمك. اروح تشوف معايا. اروح. شوف يا سي مصطفى، عمري ما نخون صاحبة الشركة، انا بنيتها معها. حبيت تقول الشركة هادية انت هو الصح فيها؟ انا هو الصح، ما تقدرش تلعبها لي. شكون قال لك بلا نلعبها لك؟ مملو كان بروبوزي لك تكون الشريك ديالي النص بالنص، وعلى بالك راهي فيها بزاف دراهم وتولي مرفه وتخرج من غرقه. هيا واش قلت؟ اي بصح، وراهي العلاقه بين الشركه اللي راح ديرها انت تستور السلعه من الخارج وشركه واهبه اللي تخدم محلي. دوك نفهمك ونقول لك واش من علاقه كاين. انا الشركه ديالي هذه اللي نجي اللي راح نديرها فيها بزاف دراهم، ومع شركة تاع واهبة اللي راهي حاكمة المارشي كاع، خفت على روحي، خفت على السمعة ديالي في الدومين هذا. دونك واش قلت؟ قلت بالفيرونس نعيط لك انت اللي عندك خبرة في هاد الشيء ونعاون خويا. راني قلت لك نعاونك وانت تقول على ربي. شوف تحب نقول لك هادوك الدراهم اللي راح ديرهم في هاد الشركة، شوف حرفة واحدة أخرى ماشي خير لك. خممت كيما راك تقول، بصح الدومان هذا فيه بزاف دراهم، وسيرتو أنا كي عندي معارف في الخارج ومع شركات واحد أخرين كبار. قلت هاد المشروع نكمل بيه لازم نديرو، وسي بوسا اللي قلت لخويا وبروبوزيت له هاد الشيء كاع ونتكلو على ربي. شوف سي بلاد، على كل حال على بالي بلي ما كنتش تسنى فيها. خمم على روحك ودير بيان في بالك بلي هادي راهي فيها بزاف دراهم، وخمم على روحك وخمم على المستقبل ديالك. بون خليني نخمم شويه ونشوف. هذا كلام صواب، خمم وما تقلقش روحك.
نقول خويا والله ما تندم. اه بعد ما خممت تقول لا لا مشيت معاه في الخطه صح. قل لي كيفاش كنت تزول الفاتورات بعد ما عيط لي داك الخبيث؟ خبيث واسمه هذا الخبيث؟ قال لي واسمه مصطفى ابراهيم. كمل. كنت نشري القماش تاع تروازيام شو ندير له فاتوره تاع بيرميسيون. وشحال كنت تحسب هاد السومه؟ 12000 في المتر نديرو 16 حتى ل 20000. وانت اللي كنت دير الفاتورات؟ لا لا مول شي. والرحيل فايده تاع مول شي ولا مول القماش؟ يربحني كزبون ويدي حقه. يدي حقه يعني تعطيه تيبا كما يقولوا نسبة؟ يدي 5%. شحال توصل الفاتورة؟ فاتورة توصل حتى 120 مليون. 120 مليون؟ مليح؟ لا لا مليح. وهاد السي مصطفى هذا شحال كنت تعطي له تيبا؟ لا لا ما كانش يدي. ما كانش يدي. صح قول لي وراه الفائدة تاعو مالها؟ الفايدة ديالو نص تاع الزبائن تاع شركة واهبة يروحوا عنده. اه فهمت. يعني هو يترفع على ظهر الشركة تاع واهبة اللي زبائن تهرب من القماش الرديء وانت تترفع من الفاتورات المزورة. هذه هي. أنا ندمان بزاف بزاف في حضرات. ندامة ما تنفعش. صح قول لي العنوان تاع مصطفى وين؟ العنوان تاع مصطفى ما نعرفوش. بصح الشركه ديالو قدام شركه واهب 13 شارع بختاوي مصطفى. شوف يديك معايا الضوء تعاود لي كامل واش قلت بالتدقيق. مفهوم؟ مفهوم. هاي معايا. يا ماما خلتي زهية ما قالت لك والو راهي حابة تعاوني وهذا ما كان. والنهار اللي حبستك من الخدمة ثاني كانت حابة تعاونك. شكون قال لك يا ماما حبستني من الخدمة؟ انا اللي خرجت هاي ما كنتش حابة نقعد فيها. كيفاش معناتها الخدمة الجديدة ما عجبتكش كذبتي عليا؟ يا ماما هذيك يقولها كذبه بيضه ما كنتش حابه نزعفك. ما كانش كذبه كحله وكذبه بيضه يا بنتي فهمتي؟ هنا اللي راكي تزحفي فيا وتمرضي فيا كي تكذبي عليا. ماما زعفتي خلاص سمحي لي ما تقلقيش روحك خلاص. يا سعاد يا بنتي انا راني خايفه عليك خايفه عليك من هاد المراه كيما راكي انت خايفه عليا من هاد المرض. خايفة عليا من خالتي زاهية بصح وعلاش؟ ما تسقسينيش علاش يا بنتي ما تسقسينيش علاش. يا ماما ما راكيش حابة تعيشي عيشة الملوك. خالتي زاهية جابت لي خدمة يا ماما نعيشو بها الله الله. يا ماما قبلي قبلي ودعي لي بالخير. سعاد عيشة الملوك عيشت الملوك يا بنتي كي نعيشو سعادة كي نجيبو رزقنا بعرق جبيننا كي نكونو بصحتنا ومهنيين مع ناس بيتنا ومع الناس. يا بنتي هذيك هي عيشت الملوك. شوفي في وقت باباك كان رزقنا قليل بصح كنا مهنيين. يا بنتي يا بنتي راني خايفة من هاد المرأة تديك مني. تديني عليك وعلاش يا ماما كي خايفة منها؟ خلاص يا بنتي ما زاديش تسقسيني. خلاص ماما قبلي ودعي لي بالخير يا ماما قبلي.
هيا ادعي لي بالخير ماما. ان شاء الله ان شاء الله تعيشي سعيدة وتعيشي هنية، ان شاء الله ربي يبعد عليك اصدقاء السوء ولاد الحرام، ان شاء الله ربي يرفع رايتك يا بنتي، ان شاء الله يخليك كل مصباح في وسط الناس يا ربي. امين امين يا رب العالمين. ودك ما كيش حابه تاكلي ماما؟ مازال حاج مازال حاج. تفضل سي مراد. اهلا وسهلا. اهلا سي ربح. ان شاء الله تكون لاباس. ان شاء الله بخير مدام. مساء الخير. تفضلوا قعد. لكن تفضل. يا الهي أيوة سي ربح، كان جديد في القضية هذيك. جديد المدير استعرف بالتزوير واستعمال التزوير، وغدوة صباح رانا رايحين نحولوه على النيابة، ولكن صاحبه ما عندنا حتى دليل عليه. طاير هذا ونخليناه يروح. ماشي هذاك اللي شفته خارج من المكتب تاعك؟ هو بالذات، بصح ما عنده حتى علاقة مع التزوير. جايب لي ربي راني شايفاته، بصح وين مانيش عارفة. المهم صاحب دعوتنا راح يخلصها غالي، ياك ما تسمحيلوش. كيف حبيتني نسمح له؟ هو ما رحمنيش. مانيش عارفة هاد البنية دم كيفاش، درت فيه كل الثقة، والله غالب. ما حبش يحمد ربي. شافت كيف سي ربح؟ في أيامتنا هادي تعقدت الأمور يا لطيف. أرجع الواحد يخاف على أملاك وعلى عائلته وعلى كل شيء، والنتيجة عايشين في قلق دائم. يا لطيف حسن وش نقول؟ أنا مرضي الله وربي يسترنا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. على كل حال حنا رانا هنا. حسن رحنا نمشي واسمح لنا سي ربح. سمحوا لك على واش؟ هذا واجب. نكونوا زعجناكم. حاشا ولله. يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا. ربي يخلف مادام. آمين يا ربي آمين. على خير. أملنا. ربي عامك. الله يسلمك. الله يحفظك بارك الله فيك. ما تنساش غدوة 8 يا سي مراد. إن شاء الله.